كلنا دلوقتي بقى عندنا يعني فكرة جنون الكاميرا أو التصوير. يمكن فكرة التصوير حصلت من 180 سنة، فكرة أن أنت توثق كل لحظة، كل مرحلة عمرية أنت بتعيش فيها ومعاك ذكرى منها، دي كانت من 180 سنة. لكن الموضوع تطور جدا دلوقتي، وبقى في معارض كتيرة جدا بتتعمل، ومعارض هواة، مش لازم يكون شخص متخصص في التصوير او مصور محترف او صحفي مصور، لا، ده في ناس بقى عندها هواية التصوير ممكن تعمل معارض، خصوصا ان السوشيال ميديا وانستجرام تحديدا بقى فاتح المجال ده لناس كتير قوي ان هم يعرضوا مواهبهم من خلالها ويعملوا معارض. هيبقى معانا كمان تقرير عن ده، بس مش هنحرقه لكم دلوقتي، هنتكلم فيه بعدين. بالظبط. يمكن كان زمان فكرة التصوير نفسها كانت للتوثيق، ان انت بتوثق حاجة معينة او بتوثق صورة معينة، ومؤخرا بقى فكرة التسلية، ان احنا كل الناس طول الوقت ماشية هي بتصور، حتى اللي ما بيعرفش يصور بقى بيصور، زي ما قلت يا نوران انه كمان انستجرام مثلا ساعد على ده كتير جدا. بقت كل الناس حتى الفنانين حتى الناس المصورين المحترفين استغلوه لفكرة ان هم يعرضوا الصور، صح. وكمان الناس اللي مهتمة بالتصوير بقت بالنسبة لهم دي تقريبا المنصة الأساسية اللي بيدخلوا يشوفوا بقى كل الصور من جميع بلدان العالم. فأعتقد فكرة التصوير هو فن وحاجة كبيرة جدا، مش بس فكرة إنه صورة حلوة بنشوفها وخلاص، صح. ولكن بقى الموضوع أكبر من كده. يعني زمان مثلا قبل انستجرام ما يبقى يعني منتشر جدا والناس تعتمد عليه بشكل كبير، إنه لو رسام أو مصور بيحب الفوتوغرافيا وبيحب إن هو يوثق لحظات كتيرة جدا وده شغله الأساسي، كان بيضطر إن هو يعمل معرض ويدعو الناس إن هي تحضر المعرض ده. الموضوع دلوقتي بقى سهل جدا من خلال فعلا منصة التواصل الاجتماعي اللي هي انستجرام، إن أنت تقدر تعرض شغلك من خلاله، ومن خلال الانستجرام يقدر يجي لك شغل كتير جدا. مش بس كده، ده كمان بيتيح إن على مستوى العالم، ممكن انت في مصر، حد في امريكا، او حد مثلا في ايطاليا شاف شغلك فتتواصل معاه من صح. خلال منصات التواصل الاجتماعي. يمكن فكره انه كمان الشباب المصورين بقى الموضوع متاح بالنسبه لهم ان هم يعملوا مشاريع التخرج بتاعتهم او مشاريع تصوير مختلفه في مصر، واللي بقينا نشوفها وبقينا ننبهر بيها جدا، فكره ان انت تشوف صوره حلوه من مجهودك الذاتي متعلقه على انستجرام فتروح تشوفها او تطلبها بالاسم، دي صح. حاجة حلوة جدا. بالظبط. ويمكن برضو الفترة الأخيرة في مصر فكرة المعارض بتاعت التصوير بدأت تنشط بالظبط. بشكل كبير جدا، والناس بقت مهتمة أنه سواء تروح تتفرج على معرض فيه صور لطيفة، أو حتى الناس اللي بتصور نفسها أن هي تعرض صورها في المعارض دي. من ضمن طبعا المعارض دي هو معرض كايروغرافي، ده اللي بدأ سنة 2017 بأنه يستقبل شغل ومشاريع لمصورين، سواء بقى في مجال تصوير الفوتوغرافيا الصور العادية أو حتى تصوير الفيديو. الفيديو صح. وفعلا انه المعرض ده كان سنة 2017 وكان منصة كويسة جدا لعرض الأعمال دي، رجع السنة دي كمان في نسخته الجديدة وتحت عنوان حالات شبابية متنوعة. يمكن هو جمع حوالي 25 مصور فيديو وفوتوغرافيا.